ثم وشردت في معقود عليه. إذن والذي سبق شرط العاقد، والذي سيبين شرط المعقود عليه. معقود عليه مثمنا كان أو ثمنا، أيًا كان المبيع أو ثمن، كلاهما يقال له معقود عليه. ماذا هو الشرط؟ ملك له عليه وطهره ورؤيته، هكذا شروط في المعقود عليه. فإذا معقود عليه مثمنا أو ثمنا، ملك له، له يعني للعاقد، ملك للعاقد، ملك ملك تام، ينبغي أن يكون ملكا تاما. فإذا هذا مملوك غير مقبول، ليس فيه ملك تام، لذلك لا يجوز بيعه غير المقبوض في مذهبنا عند سادة الشافعية. لا يجوز مال غير مقبوض، يعني رجل اشترى شيئا ولم يقبله قبل قبله يبيعه لآخر، هذا لا يجوز. لماذا؟ ليس فيه ملك تام. للعاقد، عاقد يعني من يباشر العقد، ملك له عليه على المعقود عليه. فلا يصح بيع فضولي، ما فضولي من هو؟ معناه بائع مال غيره بغير إذن ولا ولاية، هكذا ذكرموني ذكر في التحفة، وهو من ليس بوكيل ولا ولي عن المالك. نعم. فإذا ليس له إذن ولا ولاية، هو يبيع مال غيره بدون إذن من مالك المال ولا ولاية منه. كيف يكون الولاية؟ يعني هذا في ولي الصبي أو في وصي الصبي، الوصي هو يبيع يتصرف في مال الصبي الموصى به، أو الولي في مال موليه، فهذا يكون بالولاية. هذا يكون. فإذا فضولي يعني بائع مال غيره بدون إذن ولا ولاية. ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له، هذا استثناء من قوله لا يصح بيع فضولي، لكن يصح في بعض الأحيان بيع الفضولي. يعني هذا رجل يبيع مال غيره بلا إذن منه ولا ولاية، لكن يصح في بعض الأحيان. ما هو؟ ظاهرا كان فضوليا لكن بعده بان أنه له، كأن باع مال مورثه ظنا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه، هكذا. فإذا هذا رجل باع مال أبيه أو أمه أو أخيه هكذا، لكن ظن أنه حي هكذا باع اعتداء في ظنه، لكن بعد ذلك بعد البيع ظهر له أن هذا المورث أبا أو أما أو أخا هكذا أيا كان أو ابن المورث قد مات قبل بيعه صح بيعه، فهذا رجل فضولي مع ذلك صح بيعه. لكن هذا بالنسبة إلى صحة البيع فقط، أما تعاتي هذا البيع حرام. لماذا؟ هذا حسب ظنه، هذا مباشرة ببيع فاسد، مباشرة بعقد فاسد حرام يسمى. إذن هذا الذي قال هذا بالنسبة إلى صحة البيع فقط، أما تعاتيه مباشرته بهذا البيع ذنب معصية.
ولا أثر للظن خطئ بان صحته لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. هذا ولا أثر, هذا جواب عن شبهة الإشكال. يعني هو باع هذا المال ظنا حياته, وهذا الظن لا يعتبر. لماذا؟ كان ظن خطئ بان صحته, صحة هذا الخطأ. نعم. لماذا؟ لأن الاعتبار في العقود كلها أيا كان, بيئا إجارة أو إرثا أو نكاحا هكذا, بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف, هذا بخلاف العبادات. نعم. ثم هكذا قاعدة في العقود يعتبر ما في نفس الأمر, أما في العبادات يعتبر ما في نفس الأمر وفي الظن المكلف, هكذا يقال. لكن هناك تفصيل عرف من بحث الأصوليين, هذا الإبرة فيها بما في نفس الأمر والظن المكلف بالنسبة لسقوط القضاء. يعني لو وافقت عبادة واحد لما في نفس الأمر وظن المكلف سقط عنه القضاء, لكن هذا العبرة بما في ظنه بالنسبة للصحة والفساد. هذه العبادة صحيحة أو فاسدة؟ هذا باعتبار ظنه فقط. فإذن أولا يعني باعتبار ظنه صحة صلاته, ثم يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأجل عدم موافقته لما في نفس الأمر هكذا. فإذا في هذه القاعدة بالنسبة إلى العبادة تفصيل. نعم. ذكره نقل يعني الشرواني أن علي شبرام اللسني أما في شرح جمع الجوامع للإمام المحلي. نعم. ثم فائدة, لو أخذ من غيره بطريق جائز ما لن حله وهو حرام باطنا, فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة. فائدة, لو أخذ من غيره, رجل أخذ من غيره بطريق جائز, مثلا بيئا أو هبة هكذا أو صدقة هكذا أعطي, فإذا أخذ ما لن حله, هذا الآخر لن أن ما أخذه حلال هكذا بلنه حله أخذ, لكن هو حراما باطنا يعني في نفس الأمر هذا كان مالا حراما. يعني هذا المعطي أو المأخوذ منه كسبه بطريق حرام, كان من ربا البيع أو القرض هكذا, أو كان مالا مغصوبا وصبه من آخر أو مسروقا سرقه هكذا, وهو حرام يعني جملة حالية, والحال أنه حرام باطن. فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة, ظاهر المطلوب مأخوذ منه يعني الشخص الذي أخذ منه هذا المال, لو كان ظاهره الخير يعني والصلاح يعني عدم الخيانة والفجور هكذا, لو كان ظاهر حاله لا يطالب في الآخرة, يعني الآخر لا يحاسب ولا يعقب ولا يلام في الآخرة, وإلا يعني وإن لم يكن ظاهره الخير طولبا, طولبا يعني يلام أو يعني يعقب يحاسب هكذا, قاله البغوي رحمه الله. هذا بناء على المرجوح في هذه المسألة يعني خلاف من كان أكثر ماله حرام, هل يجوز المعاملة معه أو لا يجوز المعاملة معه؟ بعضهم قال لا يجوز المعاملة معه لو كان أكثر ماله حراما, بناء على هذا ذكر هذه المسألة. لماذا؟ وهذا
يعني مسألة مفروض في رجل أخذ منه هذا مال على طريق حلال، فإذا ليس كل ماله حرام بل بعض ماله فقط حرام، إذن يجوز المعاملة. لو كانت المعاملة جائزة ينبغي ألا يطالب في الآخرة أيضا. نعم. أو معنى المطالبة اللوم والتعيير على ترك الاحتياط بمعاملته. لو كان معنى المطالبة العقاب الذي هو مبني على المرجو، لو كان معنى المطالبة اللوم والتعيير يعير هذا الرجل في الآخرة، لو كان هذا ومبني على الراجح، لماذا؟ لأنه ترك الاحتياط. ثم ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام فإن أقبله له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله، أو بعدها مع علمه أنه حرام حل وإلا حرم. رجل اشترى طعاما ثم أعد ثمنه من مال حرام، فإذا يأتي هناك ثلاث حالات، في الحالتين يجوز له الأكل وفي حالة واحدة لا يجوز له الأكل. هذا الذي يقول فلو اشترى طعاما في الذمة، اشترى طعاما في الذمة يعني هذا ثمنه في الذمة ليس ثمن معينا، لو كان ثمن معينا لا يأتي هذه الحالات. ثم وقضى يعني قضى ثمنه من مال من حرام يعني من مال حرام، فإن أقبله، لأن هذا المشتري أقبل هذا التعامل هذا البائع، فإن أقبله يعني البائع أقبل هذا الطعام له للمشتري، فمن أقبل البائع نعم البائع أقبل هذا الطعام للمشتري برضاه، يعني ليس بإكراه بل برضاه أقبل قبل توفية الثمن، قبل أن يؤتي المشتري هذا الثمن وهو من الحرام حل له أكله، ثم يعني لا يعتبر هذا في مقابلة ذلك المال الحرام، أو بعدها أو يعني هو أقبله بعد توفية الثمن مع علمه أنه حرام، هذا البائع علم أن هذا المال الثمن حرام مع ذلك هلا أيضا، لماذا؟ عند العلم وهو علم أن هذا لا يعتبر ثمنا بل يجب عليه رده هكذا، يعني هذا المعاملة يعني هذا القبض والإقبال فاسد، لأجل ذلك يجب عليه رده، هذا لا يقع في موقع ثمنه الذي في ذمته يعني. وإلا حرم يعني وإلا معناه إن لم يقبله البائع برضاه، مثلا هكذا أقبله بالإكراه والقهر، أو أقبله لكن لم يعلم أنه حرام لا يحرم، وإلا حرم يعني حرم الأكل إلى متى؟ إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل، إما البائع يبرئ المشتري مما من ثمن هذا المبيع، أو يوفيه يعني المشتري يعطي ثمن من مال حلال، قاله شيخ. ثم وطهره، طهر المعقود عليه أيضا شرط، طهره يعني طهر شرعا. إذن ما معنى طهره شرعا؟ ممكن هذا شيء غلبت النجاسة في مثله، فالشرع يحكم في هذا الفرد بالطهارة حتى يتيقن التنجس، لكن ممكن ذاك الشيء في باطنه متنجس، لذلك قلنا هذا طهر شرعا فقط ليس حقيقة. ثم أو إنكار طهره،
إما هذا طاهر هكذا أو أن يمكن طهوره كيف يمكن تطهيره بغسل فإذا لو كان يمكن تطهيره بغير غسل من طرق التطهير فلا يصح البيع هذا الذي يبين بعده فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وإن أمكن طهرهما بتحلل أو دباغ يمكن تطهيرهما لكن ليس تطهيرهما بغسل لذلك لا يصح ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس بل يصح هبته نعم كذلك متنجس لا يمكن طهره يمكن يكون دهنا هذا للرد لماذا؟ لأن بعل العلماء قال هذا الدهن متنجس يمكن تطهيره بغسل لذلك ردنا عليه قال كيف يغسل الدهن؟ الدهن يعني يؤخذ في إناء ثم يصب عليه ماء ويخلط بشدة ثم ينشأ ثقبة في أسفل الإناء فإذا يسيل الماء أولا لو سال الماء تماما هذا تسد هذه الثقبة ويبقى الدهن في الإناء هكذا قال بعض لكن هذا ليس صحيحا من أجل ذلك رد عليه تنجس بل يصح هبته هنا هناك قاعدة ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته فإذا كأن هذا استثناء من هذه القاعدة ظاهر عبارته هكذا لكن نقل في الحاشية هذا الهبة من طريق نقل اليد فقط ليست هبة اصطلاحية هذا هبة معناه نقل اليد يقال نقل اليد أو نقل الاختصاص فهكذا يقال فهذا ليست هبة اصطلاحية فإذا هذا ليس استثناء من القاعدة نعم ورؤيته كذلك يشترط رؤية المعقود عليه أي المعقود عليه لكن متى يشترط رؤيته لا يشترط في جميع الحالات بل إن كان معينا يعني بيوع ثلاثة بيع معين وهذا في مقابلته بيع في الذمة بيع معين يقابله بيع في الذمة هذا بيع في الذمة ينقسم إلى قسمين هذا موصوف في الذمة أو بيع السلم كلاهما بيع في الذمة بيع السلم كذلك موصوف في الذمة بينهما فرق يعني يكون رأس مال السلم معين مقبول في المجلس أما ثمن الموصوف في الذمة بيع الموصوف في الذمة ينبغي لا يجب أن يكون مقبولا في المجلس بل يشترط أن يكون يعني معينا فقط عينه ثم بدون قبل ولا إقبال تفرقا فلا بأس فإذا هكذا أنواع في البيع أين يشترط الرؤية الرؤية في العين في المعين يعني هذا المعقود عليه معقود عليه يعني سواء كان ثمنا أو مثمنا إن كان معينا لو كان معينا يجب فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما لم يره أحد العاقدين كرهنه هذا ليس في البيع فقط بل في الرهن أيضا هذا شرط الرؤية شرط لو كان رأي معين أو إجارته في الإجارة أيضا لماذا عرضت الرؤية شرطا في هذه كلها للغرر المنهي عنه يعني لو لم يره أو لو لم يره العاقدان أو أحدهما يكون فيه غرر والغرر منهي عنه لأجل ذلك يجب يعني
الرؤية. وإن بالغ في وصفه، يعني كل من العقدين يبالغ في وصف هذا المعين، لا يكفي المبالغة في الوصف، فكأنه الرؤية أو كأنه أبلغ من الرؤية. ما معنى الغرر؟ الغرر معناه ما خفيت عنا عاقبته، أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. هكذا خفيت عنا عاقبته، ما خفيت عنا عاقبته، هذا يقال له الغرر. أو يقال ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. يعني هذا يخاف، في هذا الأخوة في فوات لمقصود البيع. ذكر المثال يعني الطير في غير الناحل، الناحل لو طار في الهواء طبيعته أن يرجع إلى قفصه، أما غير النحل لو طار في الهواء لا يدرى ماذا عاقبته، هل يرجع أو لا يرجع. فإذا أغلب أخوف بالنسبة إلى غير النحل، ما هو الأغلب؟ ألا يرجع، هذا هو الأغلب، أو هذا هو الأخوف أيضا، لأجل ذلك لا يجوز بيعه، يعني طائرا في الهواء. نعم، هكذا هم فصلوا الغرر. ثم وإن بالغ في وصفه لا يكفي بل يجب الرؤية، ويكفي الرؤية قبل العقد. الرؤية يعني عند العقد، هذا هو، لكن لو رأى قبل الرؤية قبل العقد يكفي هذه الرؤية. لكن في أي شيء هذا؟ فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد. فإذا ممكن رأياه أو رآه أحدهما قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو قبل شهر، لا يتغير غالبا فلا بأس. ويكفي رؤية بعد المبيع، هذا أيضا يكفي. إن دل على باقيه، فإذا لا حاجة إلى رؤية جميع المعقود عليه، بل يجوز يكفي رؤية بيع المبيع، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إن دل، يعني هذا البعض المرئي يدل على باقيه، يدل على باقيه معناه يدل على أن الباقي مثله، هذا هو. كظاهر صبرة نحو بر وأعلى المائع. إذن من الصبرة يرى أعلاه فقط، لا يرى باطنها ولا داخلها ولا أسفلها، لكن هذا يكفي. لماذا؟ صبرة يعني نحو بر، ما معنى نحو بر؟ يعني تتساوى أفرع حبوبه. فإذا هذا يكفي، هذا المرئي الظاهر يدل على أن باقيه مثله. بل كان صيوانا أو أعلى الماء، هذا رجل يبيع مائيا، فإذا حينما يكون الماء في إناء يرى أعلاه فقط، فإذا هذا من رؤية البعض. ومثل أنموذج متساوي الأجزاء كالحبوب كذلك، مثل النموذج وذاعتهن لا قوله كظاهر صبرة، مثل النموذج متساوي الأجزاء، ثم مثال لمتساوي الأجزاء كالحبوب. فإذا لو رؤية هذا أيضا، ثم أو لم يدل على باقيه، لم يدل، هذا المرئي البعض لا يدل على باقيه، بل كان
سوانا للباقي لبقائه. لكن هذا بعد المرء يكون سوانا يصون يصون للباقي. لماذا يصون؟ لبقائه. لبقائه يعني لبقاء الباقي يصون الباقي. إذن لبقائه اللام متعلقة بما بصوانا اللام تعليل هي الضمير يرجع إلى الباقي. إذن هذا البعض يصون يكون صوانا لباقيه لأجل بقائه. كقشر الرمان، هذا قشر الرمان لا يدل على باقيه بل يعني باطن هو المقصود، لكن لا يدل عليه بل يكون صوانا لبقائه. وبيل يعني قشر بيل كذلك. وقشرة سفلى لنحو جوز فيكفي رؤيته، جوز أو لوز أو نارجيل وهكذا، يعني جوز هندي يكون هناك يعني قشران فيكفي رؤيته، لأن صلاح باطنه في بقائه. ما معنى قشرة سفلى؟ قشرة سفلى مراده ما تكسر عند الأكل. ما تكسر عند الأكل. يكفي رؤية القشرة العليا، هذا سيدي، فيكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في بقائه، وإلا يفسد المبيع ثم وإن لم يدل هو عليه. هذا القشر لا يدل على الباطن. ولا يكفي رؤية القشرة العليا، القشرة العليا يعني ما يكسر قبل الأكل، يعني بعد قطف هذه الثمار أو هذه قطع هذه الحبوب تكسر القشرة العليا لا يكفي رؤيته، لكن بشرط إذا انعقد السفلى. فإذا لو لم تنعقد السفلى يكفي رؤية القشرة العليا. أيضا ما معنى الانعقاد؟ معنى الانعقاد عدم فساده في القشرة السفلى بعد زوال العليا، يعني تزال القشرة العليا بعد ذلك هل يبقى بدون فساد داخل هذه القشرة السفلى؟ وهو استداد النقاب، وإلا يكفي رؤية العليا. ثم ويشترط أيضا قدرة تسليمه، شرط آخر، يشترط أيضا قدرة تسليمه. تسليمه يعني تسليم المعقود عليه، هذا تسليم حسا وشرعا من غير كبير كلفة، هكذا ذكر في التحفة. فلا يصح بيع عابق وضال، عابق هو خاص بالعدم يعني رقيق عابق، ضال هو يعني بالنسبة للحيوانات، فإذا عيبل ضال لا يجوز يصح بيعه. ومغصوب أيضا لغير قادر على انتزاعه، فإذا رجل يبيع العابق بالضال بالمغصوبة لمشتر هو قادر على انتزاعه فيصح وإلا لا يصح، وهو مستطيع لنزع هذا المغصوب أو هذا الضال أو العابق عندئذ يصح وإلا لا. وكذا سمك بركة شق تحصيله، لا يجوز بيع سمك نائنا في داخل بركة متى لو كان يشق تحصيله. إذا لو لم يكن يشق تحصيله بل بسهولة يصاد هذا السمك فيصح، لكن هناك شرط يعني سبق، يعني هذا لو كان بيع معين يجب الرؤية، فإذا كيف يرى في داخل الماء؟ لو كان الماء صافيا نكي
بركت يعني صغيرة. فإن سهلا صح إن لم يمنع الماء رؤيته، هكذا ذكر في النهاية. فإذا لو كان الماء مانعا من رؤية السمك فلا يصح من جهة أخرى. ثم مهمة، من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية كأن كان مال مورثه فبان موته أو مال أجنبي. هذا يعني الذي ذكر في أول هذه المهمة سبق، لكن هنا بعض الفروعات أخرى شاملة، لأجل ذلك ذكر هذا تماما هنا. إذن هكذا تصرف في مال غيره، فإذن هذا رجل متصرف فضولي، كيف تصرف ببيع غيره، بيع نجارة هبة هكذا، لعن تعديه يعني وهو يظن أنه يتعدى بهذا التصرف، فبان أن له عليه ولاية، معناه ما كان متعديا في نفس الأمر، هكذا ظهر فيما بعد. كان كان مثاله هذا، كان كان مال مورثه، يعني هذا مال الغير كان مال مورثه، فبان موته، موت المورث يعني عند التصرف، أو مال أجنبي فبان إذنه له، ما كان هذا المال الذي تصرف فيه مال مورثه بل كان مال يعني أجنبي غير مورث، لكن ظهر إذنه، إذن الأجنبي له يعني لهذا المتصرف في هذا التصرف، أو لأن فقد شرط فبان مستوفيا، يعني هذا رجل تصرف في مال نفسه، والذي سبق تصرف في مال الغير، أو لأن فهذا يأتي في مال نفسه، ماذا لأن أن هذا التصرف يفقد بعد شروط هذا التصرف، فبان بعد ذلك ظهر مستوفيا للشروط كلها، صح تصرفه لأن الإبرة في الوقود بما في نفس الذي وفي العبادات بذلك وبما في الظن المكلف. ومن ثم لو تولى ولم يظن أنه ماء مطلق بطل طهره، وإن بان مطلقا في ظنه أن هذا الماء ليس مطلقا، بل بعد ذلك ظهر أن هذا الماء الذي تولى به كان مطلقا، هل يصح وضوءه؟ لا يصح وضوءه، لأن المدار فيها على ظن المكلف. وشمل ثم ثم بعده ذكر من تصرف في مال غير ببيع أو غيره، وهذا الغير الشامل للنكاح، يعني هذا الذي يذكر، وشمل قولنا ببيع أو غيره التزويج والإبراء وغيرهما، هذا غير عام، لذلك لو تزوج في مال غيره، يعني رجل زوج امرأة وليس وليا ولا وكيلا هكذا، أو أبرأ دين آخر هكذا، فلو أبرأ من حق لعن أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد، ولو تصرف في إنكاح فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ صح اعتبارا بما في نفس الأمر، يعني هذا الحكم ليس في البيع بل في يعني في النكاح أيضا.
رجل زوج امرأة مع أنه مع ظن أنه ليس وليا لها لكن بعد ذلك ظهر أنه كان وليا مثلا هذا وليها الحقيقي وكله هكذا أو مثلا هذا الولي الأبعد أقرب توفي قبل النكاح فإذا انتقل إلي الولاية وهذا هو أبعد هكذا كذلك في الإبراء لو أبرأ من حق ظنا أنه لا حق له وبان له حق صح هذا الإبراء نعم.